صباح الخير. موضوع دائما من المواضيع المتكررة ودائما احنا هذا السؤال، ما هو سبب نقص مخزون الإباضة؟ ما هو نسميه فقدان الطمث المبكر؟ ما هو سن اليأس المبكر؟ هل هذا ينعكس على نتائج الحقن المجهري؟ نعم، هذا سبب كثير مهم. أنا بظل وجود مخزون إباضة ضعيف في حالات طبعا نجحت كثير، في حالات لم تنجح. ليش؟ السبب انه انا عندي هذا المخزون موجود اصلا في جسم المرأة منذ نشأتها في بطن امها لسه وعند ولادتها، وهذا المخزون بيكون محدود. هاي الخلايا غير متجددة، هاي الخلايا بنحتاج دائما انه نحافظ عليها. ممكن لعدة اسباب بلش تلقائيا يصير في لها تحلل او انهدام وتنكسر لسبب جيني داخل تكوينها، فبصير في نقص في عددها. بس توصل المرأة للعمر المتقدم هو العمر الانجابي، هو عادة ببلش ما بين سن البلوغ الى ما بين 45 ل 47 عام. هاي الفترة المفروض تصرف فيها المرأة من هذا المخزون عدد المبيضات يكفيها لاكتمال عائلتها ويصير الإنجاب عندها مكتمل. لكن في بعض حالات اللي صفة وراثية أو لجين محدد داخل هاي الخلايا الأم أو الجيرم سيلز الموجودة اللي هي بتنشأ منها هاي البويضات، بصير فيها تحلل تلقائي أو فقدان تلقائي فبنخسرها. هلا تشخيص هاي الحالة مبكرا مهم جدا، يعني لو نقدر احنا نعمل شيء اسمه بريدكشن، نقدر احنا نقدر نعرف انه هاي البنات في اي نوع عمر ممكن يصير في عندهم مخزون الاباضه قليل، ممكن نسرع في اخذ هاي البويضات وتجميدها او اخذ جزء من المبيض وتجميده للحفاظ على خصوبه هاي المراه وقدره انجابها المستقبل بعد الزواج. الان دراسات كثير عالميه عم تحكي على موضوع انه البريدكشن او موضوع توقع انه عند البنات في سن مبكر انه هل قدره مخزون هل استمرار، لانه في بعض احيان يكون هذا الجين موجود او هاي الصفه الوراثيه موجوده تفقدهم سن الياس المبكر. وان شاء الله جاري الدراسات انه نقدر احنا نعمل توقع لمتى تفقد المراه تلقائيا هاي البويضه. هلا في اسباب اخرى تفقدنا، اسباب مكتسبه تفقدنا للمخزون الاباضه. هاي الاسباب منها امراض مثل بطانه الرحم الهاجر بتعمل قتل لخلايا وانسجه المبيض، منها عمليات جراحيه تعرض لها المراه مثل اورام او اكياس على المبايض ادى الى استئصال جزء محدد من المبيض، او تعرضت لاشعه عاليه من امراض اخرى مثل امراض الاورام وامراض السرطان، او اخذت علاج كيماوي، او هاي المراه وهو الشائع الان انه ما بتذهب لاخصائيه لعجلتها ونظرتها انه بدها تسرع تجيب اطفال، فبلشوا ياخذوا منشطات غير مدروسة أبعادها ومكثفة ومتكررة وعلى أشهر، فبتسرع في فقدان هذا المخزون هو أصلاً محدود عندنا. فبتيجي المرأة في سن صغير وإنه فاقد معظم مخزونها وهذا بقلل مخزون الإباضة. كيف ممكن نعالج هاي المشكلة؟ أبداً إحنا ما بنقدر نزيد من عدد البويضات الموجودات، ما بنقدر نزيد من خلية الأم لأن هاي خلية غير متجددة وهاي تولد مع المرأة. إحنا دائماً بنحاول إنه ننصح، نعطي النصائح، نحاول كمان نوقف عملية هدر مخزون الإباضة، نحاول نعطي للمخزون القليل المتبقي من أدوية تساعد على تقوية هاي البويضات بحيث إنه إحنا نقدر نستخرجها بهدوء وما نصرفش منها عدد كتير، ونقدر نستغلها في برنامجنا المساعدة للخصوبة والإنجاب وبالأخص برنامج الحقن المجهري. هاي هي وسائلنا الموجودة حاليا. لا يوجد الآن حتى الآن بما يتعلق في هاي اللحظة في عام 2017 بداية عام 2017 نتائج مجدية أو نتائج عن مؤسسات عالمية عم تحكي لنا عن إيش اسمه الخلايا الجذعية. هذا الحكي غير صحيح، وأرجو من الجميع أنه لا يتبع هاي الفوضى وبعض الإشاعات اللي بتحكي عن أنه خلايا الجذعية هي راح تكون ريبليست أو
تحل محل المخزون الناقص حتى الآن لم تثبت نجاعتها ولا في أي مؤسسة محترمة عالمية. في بعض شركات أو بعض مؤسسات حاول تعمل دعاية لهذا الموضوع وللأسف كان هذا موضوع مادي بحت وما نجحت هاي المؤسسات في تعويض المخزون الإباضة ولا الخلايا الجذعية حتى الآن قامت بالدور الحقيقي فيما يخص زيادة مخزون الإباضة عند المرأة. أنا هذه بالنسبة لنا وخبرتنا إحنا في مركزنا ومتابعاتنا لهذه الحالات قدرنا من جزء من هذه العائلات إنه ينجحوا ويصير عندهم أطفال، وهذا يحتاج إلى مبادرة من الأهل الموافقة. ثانيا يحتاج تكثيف للقاءاتنا، بحتاج لعلاجات مبكرة تسبق عملية الحقن المجهري، زادت من نسب ارتفاع النجاح عنا، وقدرنا لو نحصل حتى بويضتين أو ثلاث يكونوا درجتهم أو نوعيتهم عالية نستفيد منهم في برنامج الحقن المجهري. وكمان مرة أنا مشرفني أنه أتواصل معاكم، وإن شاء الله إن لقاء في حلقات قادمة، وشرفتونا جميعاً.